السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. زادت نسبة الإصابة بمرض السكري على مستوى العالم كله، والإحصائيات الجديدة بتقول إن أكتر من 500 مليون مريض على مستوى العالم عندهم الإصابة بمرض السكري. مرض السكري ده نوعين، السكر النوع الأول اللي هو بيصيب الأطفال بيحتاجوا الإنسولين كأساس في علاجهم، إن عندهم خلايا البنكرياس ليس لديها القدرة على إنتاج الإنسولين، فبيحتاجوا حقن الإنسولين كتعويض لعدم قدرة البنكرياس على إنتاج الإنسولين. والنوع الثاني اساسا النظام الغذائي بالنسبه له هو مهم جدا، ونمط الحياه الصحي هو اللي هيساعدهم على التحكم في سكر الدم. هذا لا يمنع في بعض مرضى السكر النوع الثاني بعد اصابتهم بالسكر بفتره نتيجه عدم التزامهم بنمط غذائي صحي واسلوب حياه صحي بيحتاجوا الانسولين. فمعنى كده ان الانسولين محتاجينه اساسا لمرضى السكر النوع الاول، واحيانا بنحتاجه لمرضى السكر النوع الثاني. في الأونة الأخيرة تم ابتكار نوع من أنواع الإنسولين بيدخل الدورة الدموية مباشرة بدون حقن، يعني بيدخل بدون ألم بدون حقن، وده فعلا حاجة حلوة قوي، وده اللي أنا هتناوله النهاردة ببساطة واختصار في هذا الفيديو. أهلا وسهلا بيكم، معاكم دكتورة سامية سليم، استشاري طب الأطفال والغدد والسمنة، زميل بكلية الطب جامعة عين شمس، واستشاري تغذية علاجية فريق علماء جامعة كولومبيا البريطانية. تم اختراع نوع من أنواع الإنسولين اسمها قطرات الإنسولين، توضع تحت اللسان وتمتص مباشرة عن طريق الخلايا المبطنة للفم، وتوصل للدورة الدموية كأن المريض بالظبط تناول حقن الإنسولين، وتساعد على ضبط سكر الدم زي الحقن بالظبط، وبتدخل بسرعة زي الحقن بالظبط. فريق كولومبيا البريطانية عمل دراسات لمدة 3 سنين. الدراسات دي كانت المشكلة بتواجههم إن الإنسولين جزء كبير لا يمكن أن يخترق الخلايا المبطنة للفم ويدخل للدورة الدموية، بالإضافة طبعا مريض السكر بيبقى محتاج الإنسولين يعلى على طول مجرد ما يأكل عشان يساعده على منع ارتفاع السكر. فاخترعوا نوع من أنواع البروتين اسمه بيبتايد، بيبتايد فريد النوع ده، استخلصوه من منتجات الأسماك السنوية، وعملوا قطرات الإنسولين عبارة عن مزيج من الإنسولين وفي نفس الوقت البيبتايد فريد النوع ده. لاحظوا أن البيبتايد فريد النوع ده ساعد الإنسولين أنه يخترق الخلايا المبطنة للفم تحت اللسان، وفي نفس الوقت يدخل الدورة الدموية مباشرة. لاحظوا أيضا إذا لم يتم دمج هذا البيبتايد أو هذا البروتين فريد النوع بالإنسولين، لا يمكن الإنسولين أن يخترق خلايا الفم المبطنة للفم تحت اللسان ويدخل للدورة الدموية. وتم عمل دراسات سريرية على 3 مراحل، تم عمل دراسات على الحيوانات وأيضا الأصحاء وعلى مرضى السكر. لاحظوا الآتي، لاحظوا أن قطرات الإنسولين الفموية التي يتم دمجها بجزء البيبتايد فريد النوع ده بتخترق خلايا الفم المبطنة للفم وتحت اللسان وتدخل للدورة الدموية مباشرة وتساعد على ضبط السكر. طبعا ده حاجة حلوة قوي. دلوقتي علماء كولومبيا بيعملوا ايه؟ بيحاولوا في الوقت الحالي ترخيص هذا النوع من الانسولين. يعني طبعا الانسولين ده هيحل مشكله كبيره قوي بالنسبه لمرضى السكر النوع الاول، بيبقوا اطفال ومراهقين وكبار، اضطر في علاجهم ان احنا نديهم حقن 3 مرات 4 مرات، بيبقوا رافضين اساسا هذه الحقن، والاهالي كمان ما بيبقوش ملتزمين معانا. واللي بنلاحظه اكتر ان الولاد في سن المراهقه بيرفضوا تماما اخذ حقن الانسولين، وبيترفع عندهم السكر بصوره كبيره قوي. فلو تم اختراع هذا النوع من الانسولين وتم ترخيصه ووصل للاسواق، ده هيحل مشكله كبيره قوي لمرضى السكر النوع الاول، وهيساعدهم على ضبط سكر الدم والتحكم في سكر الدم والالتزام بالعلاج بالدوائي بتاعهم، وهيساعدهم ايضا على الحمايه من مضاعفات السكر. من الحاجات الجميله ايضا علماء جامعه كولومبيا البريطانيه تم عن طريقهم وصف نوعين من انواع البيبتايد فريد النوع، وتم نشرهم في مجله جورنال اوف كنترولد اوف ريليز، وده يبين قد ايه ان فعلا في حاجه امل ان نوع من انواع البيبتايد يمسك في الانسولين ويساعد على اختراقه خلايا المبطنه الفم ويدخل للدوره الدمويه. بقدم الحاجات الحلوه اللي علماء جامعه كولومبيا البريطانيه عملوا عليها ريسيرش وابحاث، اللي هو البخاخ الانسولين ده يوصل على طول ايضا للدوره الدمويه، بالظبط زي بخاخ المينيرين اللي احنا بنديه للاطفال اللي عندهم تبول لا ارادي، فده حلو قوي ايضا. ان شاء الله سوف يتم ترخيص هذه المنتجات. ايضا الحاجات الحلوه قوي بتشغل الناس، هل ممكن انسولين ناخده عن طريق اقراص او كبسول؟
هو مشكلة الإقراص في الكبسول بالنسبة للإنسولين إن هو بيتهضم بالعصارة في المعدة والجهاز الهضمي عموما، فعشان كده صعب جدا إن احنا ناخده إقراص أو كبسولات، إلا إذا وده اللي تم عليه دراسات سريرية دمج هذا الإنسولين بنوع من أنواع النانو جزيئات النانو أو جزيئات الليبوزوم تمنع الإنسولين هو يتهضم في الجهاز الهضمي ويتهضم في الأمعاء ويتهضم في الجهاز الهضمي ويوصل للكبد ويوصل للبنكرياس بسهولة جدا زيه زي الإنسولين العادي. زي ما قلنا في البداية مشكلة مرضى السكر النوع الأول إن هما البنكرياس بتاعهم ليس لديه القدرة على إنتاج الإنسولين، فمحتاجين الإنسولين من الخارج، والاعتماد الأساسي في علاجهم إلى الآن وهو الحقن، وإحنا الحقن هنستمر عليها إلى أن يتم ترخيص هذه العلاجات سواء البخاخ سواء النقط سواء الكبسولات الى ان يتم. طبعا كلكم هتسالوني امتى يا دكتوره هنحسن ده هيظهر للنور ونستخدمه عشان ولادنا بيتشكشكوا كتير وتعبانين واحنا تعبانين معاهم. لسه مش معروف امتى هو، لان الترخيص ده وقته مش معلوم، ممكن سنه سنتين ثلاثه. المهم ده يدينا بصيص امل ان في يوم من الايام نستبدل الانسولين الحقن بانسولين نقط توضع تحت اللسان وتمتص مباشرة وتعالج مرض السكر، أو بصورة كبسولات بس يتم دمجها بجزيئات النانو أو بجزيئات الليبوزوم بحيث ما تتهضمش في الجهاز الهضمي، أو بصورة بخاخ. وإن شاء الله خير، مع تمنياتي بالصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم.